بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السلام عليكم يا طلاب الحق وناشد الحرية. إنها والله أيامكم، أنتم اليوم تعيشون ذكرى حركة التاريخ تتجدد في كل الدنيا، تجول في كل روح وضمير. إنها امتداد لحركة محمد. حتى لا تبقى مجردة ومبتورة، تمتد في أعماق التاريخ وتتوغل في فواصل الحرية وتنتقل من آن لآن. اعلموا يا سادة أن الكل تعلم من فدائية الحسين كيف تكون التضحيات، وكيف أنها تزخر بالكرامة، وكيف نرفض نحن الاستعباد والذلة والاستضعاف، كيف نفرق بين محور الله ومحور الشيطان. ففي العراق تعلموا كيف تسامى الدم، فتفجرت طوائف الشهداء تترى وتتوارى، وفي اليمن سحقت رؤوس الضلال والرذيلة والكبرياء، وفي لبنان تعاظمت منعة الحق والفدائية وتخلدت الكرامة وأصبح المجد عنوانا لشهدائها. إنها صورا من مشاهد عاشوراء الحسين. نعم، إنه الحسين الإمام الملهم والقائد الميداني والفدائي الأول والصابر المجاهد الفذ. تذكروا في العراق كيف يستأصل الحشد الشعبي بقوة الحسين أورام التفرق، أورام الفرقة والتناحر والخلاف، فسددوا رميتهم بدقة ليتحقق نصر تلو نصر. وهكذا يبقى الحسين حسينا لكل عصر وجيل. أيها الإخوة الأكارم، ونظرا للظروف الاستثنائية المهولة التي تمر بها أمتنا، عمد مسجد أهل البيت عليهم السلام أن يكرس الفهم الموضوعي لقيم عاشوراء ويلملم شتات الوعي المتنامي للتعاطي مع حركة الإمام الحسين عليه السلام، مكررا استضافته لسماحة الحجة الغالي الشيخ مصطفى خليل لكي نتذوق عذوبة فهمه الواعي بخصوصيات الذكرى الخالدة، فيعم الفهم لرجالنا ونسائنا وشبابنا وصبيتنا، وثقتنا بشيخنا الكريم صلبة لا تنقسم بتقادم الزمان. فسماحته أستاذ منبري يمتهن اللباقة والوضوح، وأستاذ حوزوي متواصل لدروس البحث الخارج، كما أنه أكاديمي متفوق حصل على شهادة الماجستير باللغات من جامعة السوربون بباريس التي يسكن فيها الآن وحضر منها للتو، كما أنه تخرج من جامعة الأديان في قم المقدسة بعد أن قدم أطروحته بعلوم القرآن. فمرحبا بقدوم سماحته لمسجد أهل البيت عليهم السلام كعميد لمنبرنا وخطيب مرشد وواعظ ملتزم. وندعوه الآن ليرتقي منبرنا هذا مجللا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.